الكاتب الصحفي الزميل إسلام عفيفي معايا على التليفون. مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا إسلام، كل سنة وانت طيب. أولا كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير، ومصر دايما في خير وسلام واستقرار وأمان بإذن الله. كلمني عن يعني طبعا بالأمس كان التنصيب سيد الرئيس وولاية جديدة، وكلمني عن هذا المشهد برمته زي ما بنقول يعني. أيوة الحقيقة أني هو خلينا نقول أني زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، هو مشهد يليق بمصر، مشهد يليق برئيس مصر المنتخب ب 39 مليون و702 ألف صوت من واقع 45% مشاركين في الانتخابات الرئاسية، اللي هو 65 مليون مواطن لهم حق الانتخاب. إذن هو يوم يدعو للفخر، يوم يدعو للاعتزاز من خلال هذا الموكب الرائع والبسيط، والذي يعني خلت منه أي مظاهر للبهرجة، ولكن مظاهر للتقدير والاعتزاز وقيمة مصر. إزاي يتم التوازن ما بين أن نقدم ما يليق بمصر وبدون أن تكون هناك صور يعني مبالغ فيها؟ هذا هو الاحتفال الشيك، الاحتفال الراقي، الاحتفال اللي يعبر عننا ورقينا وتحضرنا كمصريين ودولة عرفت الحياة النيابية والبرلمانية من 1866. وبالتالي ليس جديد على مصر أن هي يعني يتم تنصيب السيد الرئيس في مثل هذا الموكب، مثل هذا الاستقبال من السادة النواب وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين والشباب والمصريين اللي كانوا متواجدين في ساحة الشعب. وبالتالي هو مشهد كان يدعو للبهجة زي ما حضرتك قلتي، هو مشهد يدعو للفخر والاعتزاز ورسالة أمان واستقرار وطمأنينة، ليس على الحاضر ولكن على المستقبل أيضا. الحقيقة يمكن أنا بتفق معاك في كل اللي ما بتقوله، لكن خلينا كمان يعني يمكن الناس ما شافتش يعني هذه الأبنية كلها والعاصمة نفسها، وهي تقريبا يعني خلاص في حاجات منتهية تماما وشكلها واضح، وفي ناس بدأت تمارس العمل من العاصمة، مؤسسات ووزارات، ولكن المشهد الحقيقة كان بيعبر عن مصر التي عملت منذ سنوات وتكمل مراحل العمل في السنوات المقبلة. بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي، احنا بنتكلم على افتتاح المرحله الاولى من العاصمه الاداريه، بنتكلم عن ان احنا نجني ثمار عمل شاق وطويل ودؤوب على مدار سنوات، نحصد ثماره الان في هذا المشهد في العاصمه الاداريه كواحده من ايقونات العمران الجديد الذي يعبر عن مصر الحديثه والمدن الذكيه، والتي حظيت بجائزه من احدى المجلات الامريكيه الشهيره باعتبار مجلس النواب هو احد او اجمل المباني المعماريه على مستوى العالم، واحد من اجمل المباني المعماريه. وبالتالي يعني احنا بنتكلم على بيئه جديده للعمل الحكومي ومؤسسات الدوله والقطاع العام ومؤسسات الحكم والمجالس النيابيه المنتخبه والسفارات. إذن نحن نقدم واجهه مصر بشكل مختلف، بشكل جديد يليق بمصر في 20 يعني هذا القرن، في 2024. طب خليني كده انا وانت يعني ناخد هذا العنوان الصحفي الكبير ونقول سيد الرئيس والتنصيب الاول في قصر عابدين، فمن قصر عابدين الى العاصمه الاداريه اللي بناها المصريين والجيل الحديث، يعني فشايف انه يعني هذا الرئيس بدا من قصر عابدين، ولكن هذه الولايه في عاصمه الاداريه الجديده بكل الهيئات والوزارات وهذا الشكل الحديث اللي ظهرت به مصر في منتهى الرقي على كل العناوين وعلى كل وكالات الانباء وعلى كل الصحف. فاعتقد انه المرحله دي اكيد تبين علامات كتير، عناوينها ايه؟ يعني خلينا اقول يعني رسالتين من اللي حضرتك قلتيه. رقم واحد، من قصر عابدين الى العاصمه الاداريه، مصر مستمره في البناء والتطوير والتحديث والنهضه على يد المصريين بايدي مصريه بقياده مصريه شجاعه جريئه قادره على اتخاذ قرارات يعني لتنقل مصر نقله وقفزه كبيره جدا. يعني نحن يعني مصر ليست أقل من أحد في العالم، مصر طبعًا دولة عظيمة طبعًا ودولة طبعًا كبيرة في المنطقة وفي الإقليم طبعًا.
طبعا الرسائل اللي قالها السيد الرئيس في خطابه وفي بيانه امام مجلس النواب الحقيقه عندما تحدث في اول عباره بتقديم الشكر لكل المصريين، بتقديم الاحترام والتقدير لهؤلاء المصريين، قال ان الشعب وصاحب الكلمه هو صاحب القرار. الى هذا الحد يحترم الرئيس المصريين وصوتهم ويعني المسؤوليه الملقاه على عاتق السيد الرئيس، وانه يؤكد دائما على فكره التماسك الوطني واللحمه الوطنيه في مواجهه كل التحديات القائمه، وان ما توصلنا اليه وما وصلنا اليه من انجازات ومن يعني على مدار 10 سنوات اعتقد انه نتيجه تفهم المصريين وتحملهم اكيد اكيد وثقتهم في القياده السياسيه وقراراتها واتجاهها والخطوات التي تسير بنهج يعني ثابت مستقر ورؤيه لتضع مصر في المكان الذي تستحقه بين الدول. أكيد كل التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله مصر إلى يعني سنوات قادمة يا رب يملأها الخير والتعمير والسلام بإذن الله. الكاتب الصحفي إسلام عفيفي أشكر حضرتك شكرا جزيلا.